البولتس دي اللبخات. اللبخات ديت يعني مثلا غالبيتها في علاج الكدمات ماشي. بنجيبها يا جماعه البودره او مثلا لو عندي فلاورز اسمها كالانديولا حدت علينا سنه ثانيه. الكالانديولا بتحط عليها ميه دافيه عشان تبقى طريه، بنطريها كده بميه دافيه، ونجيب قطعتين شاش ونحط لي البودره في النص. هنعمل كده زي ايه؟ زي شاش زهره زي دماغه كده، ونحطها على المكان اللي فيه الكدمات. ها تبتدي تعمل بقى ابزوربشن للانفيوز بلاد الكدمات والكلام من ده. لا البودره لبخه، لبخه يعني ايه بقى؟ نجيب البودر ونحوله لبخه زي نحط عليه ميه دافيه زي عجينه كده، ونحطها بين قطعتين بوست بين قطعتين شاش ونحطها على المكان اللي فيه مشكله. ده البولتس. البولتس دي اللبخات. اللبخات ديت يعني مثلا غالبيتها في علاج الكدمات ماشي. بنجيب يا جماعه البودر او مثلا لو عندي فلاورز اسمها كالانديولا حدت علينا سنه ثانيه. الكالانديولا بتحط عليها ميه دافيه عشان تبقى طريه، بنطريها كده بميه دافيه، ونجيب قطعتين شاش ونحط لي البودر في النص. هنعمل كده زي ايه؟ زي شاش زهره زي دماغه كده، ونحطها على المكان اللي فيه الكدمات. ها تبتدي تعمل بقى ابزوربشن للانفيوزد بلاد الكدمات والكلام من ده. لا البودر لبخه، لبخه يعني ايه بقى؟ نجيب البودر ونحوله لبخه زي نحط عليه ميه دافيه زي عجينه كده، ونحطها بين قطعتين بوست بين قطعتين شاش ونحطها على المكان اللي فيه مشكله. ده البودر.